يا حمد، تدري حتى الشركة اللي أنا بديت فيها وحسيت إن إنسان ثاني ومختلف جاي ينكد علي فيها، تخيل مين طلع لي فجأة؟ راشد. كان نفسي أمسك اليوم وأقول له حاجة واحدة، أنت سبب مصايب كل اللي إحنا فيها. كيف المذاكرة معكم يا عيالي؟ يا مرحبا يبا، الحمد لله. طيب يا عيالي، أنا تراني بعت البيت واليوم آخر يوم لنا في البيت، فلذلك جهزوا أغراضكم. ما نقول أننا بعنا البيت اللي عشنا فيه أنا وأمي؟ وش نسوي يا حمد يا أبوك؟ حل مؤقت يا عيالي. وين نروح طيب؟ والله حاليا يا عيالي إحنا نبي نستأجر شقة، لكن وقتكم بإذن الله إذا نجح المصنع وجت الأرباح أبد تشيرون على البيت اللي تبونه أكبر من هذا. إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا. هلا هلا راشد، يا مرحبا، حياك الله. إيه أنا بعت البيت أبشرك، والفلوس كلها معي. إيه الله يبارك فيك. لا لا أبد أبد، مسافة الطريق بإذن الله بكون عندك. يا مرحبا بأمان الله. طيب يا عيالي أنا أستاذنكم، أنا عندي اجتماع طويل مع راشد. أدرك معك يا سالم ونبوك. سالم انتبه لأخوك حمد. أبشر يا أبا، يوصل إن شاء الله. يلا يا مان الله. أنا ما راح أترك البيت يا سالم. أتركك بلا العناد يا حمد، مثل ما قال أبوي راح أشترينا بيت كبير وأحسن وأفضل من هذا بكثير إن شاء الله. ويلا الحين خل نروح نجهز الشنط. يلا هذه فلوس كلها يا أستاذ راشد. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل أخوي يا سيدي اجلس. بسم الله. عين العقل، وأنا الحقيقة تشرفت بالشراكة معك. الشرف لي طال عمرك. اسمع أخوي يا زين، بما أنك أنت صاحب النصيب الأكبر بالمشروع، ودي أنت اللي توقع العقود هذه. لا يا ابن الحلال، فكرة من سالفة التوقيع هذه ما أنا بحبها. لا ضروري، أنت صاحب المصنع ما هو أنا. أنا ودي أنت تعلم وتكبر بالسوق وثانيا ضمان حقوقك. لا لا وقع وقع وقع. هذا لو شأك فيك لو 1% كم ما جبت الفلوس هذه كلها، ولا بعت أرضي وبيتي. أجل توكل على الله وقع. أجل توكلنا على الله. بسم الله. الله يوفقنا وياك، وبتروح تشوف شلون ما شاء الله الفلوس بتمشي بيدك. الله يجعله مبروك علينا. آمين آمين. يلا عن إذنك. تفضل. هلا سالم، كيف حالك؟ هلا والله. سليم كيف حمد دليل؟ ان شاء الله كويس. والله نقول ان شاء الله الحمد لله، ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. خلاص كلنا بارك اللي يغير ملابس، انا اسوي اقل انت اكلت سوا. خلاص يلا. لا يا سالم بشرني عن حمد، ان شاء الله نافضل الاول. والله ما ادري، انا خايف اني ضريته مجلس في البيت، ولا ودي برضو أكمل كذا. أنا بصراحة ودي أتهور ودي المستشفى. لا لا يا سالم، وش تودي المستشفى؟ كذا بتخرب شغلنا كله وتخرب اللي بنسويه. إحنا عاد ما قلنا على الله نلقى دكتور وأمورها تزين شوي، دام يطمننا عليه زين. أنت تذكر ربك بس وقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حق. يا رب يا رب يقوم بالسلامة. اللهم